وقريب قريب اللص يعني الحكايه هذه مازال ما خلصتش ايمان، قضية وشفنا ناس عندهم والسرقة السرقه مازال ما خلصتش. شفنا في يعني فيديو البارح لزوج نانسي الاستاذ فهدي، شفناه بلي خرج وقال ساقاضي كل من يعني يخرج موضوع ولا يخرج اشاعه في هذا في الموضوع. هذا الموضوع، لأنه قيد التحقيق والقضاء راه يقوم بواجبه، القضاء اللبناني، وكثير الإشاعات والأقاويل راهي حول هذه القضية. هذه القضية، احنا شفنا الفيديو الأخير تاع قريب الليص، يعني دوك نعاودوا نشوفوا الصورة اللي قبلها، شفنا قريب الليص هنايا خرج ودار فيديو قال يعني يهدد ناسي هجرا بالقتل، قال لهم يعني حكايات كثيرة في هذه القصة هذه، شفنا بلي هو قال بلي ما دخلش يسرق. كل يوم فيها تطورات، كل يوم فيها كل يوم شفتوا فيديو جديد، تكلمت أم القتيل هذا وتكلمت زوجته أيضا، كل يوم أنا نشوفوه تطورات جديد. في الحكاية. المهم هو قال بلي يعني يعني يقاضي كل يقاضي شخص، كل شخص راح يتكلم في الموضوع.